كما وحضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني للكويت وذكرى التحرير، وقد أعرب سعادته عن اعتزاز البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية والراسخة مع دولة الكويت الشقيقة وما تستند إليه من محبة ووشائج القربة والمصير المشترك وما وصلت إليه من تقدم بفضل ما تحظى به من اهتمام ورعاية كبيرتين ودائمتين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وعبر سعادته عن خالص تهانيه للكويت وشعبها الشقيق بهذه المناسبة العزيزة، مشيدا بدور الكويت في دعم أشقائها وخدمة مختلف القضايا ودورها الاستراتيجي في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا للكويت دوام التقدم والرخاء.